وللحديث عن مردود التعاون المصري الصيني اقتصاديا ينضم الينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي السيد حسام عيد. سيد حسام، الرئيس السيسي اكد في لقائه مع الرئيس الصيني على تكامل المبادره الصينيه الحزام والطريق مع جهود مصر التنمويه، خاصه بالطبع تلك المتعلقه بتنميه محور قناه السويس. كيف ترى هذا الشق في التعاون اقتصاديا بين الجانبين؟ والله طبعا زي ما تابعنا كده خلال القمه العربيه الصينيه النهارده والتي تعقد لاول مره في دول الخليج العربي، والتي يعني ناقشت بشكل كبير وواضح اوجه التعاون المشترك الاستراتيجي والسياسي وزياده الاستثمارات المشتركه بين الدول العربيه ودوله الصين. وطبعا يعني هناك عده اتفاقيات تم الاتفاق عليها بين جمهوريه مصر العربيه بهذه القمه العربيه الصينيه مع دوله الصين، والتي تعتبر شريك اساسي اقتصادي بالنسبه ومهم جدا بالنسبه للدوله المصريه. وطبعا اعتقد ان الاستثمارات التي يعني الصينية التي تضخ في جمهورية مصر العربية للاستثمارات المباشرة، والتي بلغت ما يقرب من 19 مليار دولار، أعتقد أن هي يعني تدل على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وبكين، وإن شاء الله نشوف يكون هناك مزيدا من هذه الاستثمارات في الحزام الأخضر وبعض الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها بالقمة العربية الصينية. وأعتقد أن هيكون ليها مردود إيجابي بشكل سريع جدا على الاقتصاد المصري بالعام الجديد إن شاء الله. نعم، يعني الرئيس أيضا يعني تحدث عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر. كيف ترى مردود هذا التعاون الاقتصادي المصري الصيني على واحد من أهم القطاعات وهي قطاع السياحة؟ هو طبعا يعني من القطاعات المهمة جدا، واللي هناك حدث فيها يعني تطور كبير جدا ما بين العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية وهو قطاع السياحة، واللي ساهمت دولة الصين بشكل كبير جدا في نمو هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة وزيادة أعداد السائحين إلى جمهورية مصر العربية. إن شاء الله ده هيكون فيه مزيدا من هذه الاتفاقيات المصرية الصينية التي تساهم بشكل كبير جدا في نمو قطاع السياحة المصرية خلال العام المقبل، وإن شاء الله نشوف مزيدا من الاستقرار بقطاع السياحة وتحقيق نسب نمو مرتفعة مع الاتفاقيات الاقتصادية ما بين مصر والصين، وإن شاء الله هيكون ليها مردود إيجابي أيضا في الناتج القومي الإجمالي المصري جي دي بي في خلال العام المالي المقبل إن شاء الله. نعم، يعني نتحدث عن مبادرة الحزام والطريق، وهي مبادرة يعول عليها كثيرا ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما على الصعيد الأفريقي، ومصر تلعب دور هام كبوابة هامة إلى أفريقيا. مردود يعني تفعيل هذه المبادرة الهامة الطموحة على القارة الأفريقية بشكل عام؟ يعني طبعا تعتبر مصر من هي بوابة الاستثمارات الأفريقية، وهي بحكم أو بطبيعة موقع مصر الاستراتيجي، وهي بوابة آسيا، قارة آسيا لأفريقيا اقتصاديا. وأعتقد أن مصر تلعب دور أساسي ومهم جدا في ضخ الاستثمارات وزيادة الاستثمارات الآسيوية إلى قارة أفريقيا. وأعتقد أن اتفاقية الحزام الأخضر والأرض والصحراء هي من ضمن الدور المهم جدا التي تلعبه مصر في الاقتصاد الافريقي، والتي تعتبر مصر ثاني اكبر دوله اقتصاديا على مستوى قاره افريقيا. واعتقد ان هيكون في مزيدا من الاستثمارات التي تضخ من خلال جمهوريه مصر العربيه التي تعود على قاره افريقيا بالنمو الاقتصادي في ظل الازمه الراهنه والتي القت بظلالها على الاقتصادات الكبرى واتجاه الاقتصادات الكبرى العالميه نحو سياسه انكماشيه تشدديه. اعتقد ان مصر هتنجح في رفع معدلات النمو للقاره الافريقيه بصفه عامه في ظل الازمه او الاتجاه الدولي نحو سياسه انكماشيه تشدديه المترتبه على الازمه الجيوسياسيه التي بدات او يعني مطلع هذا العام بين روسيا واوكرانيا. اعتقد ان هيكون في مزيدا من النمو للاقتصاد الافريقي بصفه عامه خلال العام المقبل عن طريق او من خلال مصر، بوابه مصر الافريقيه او بوابه مصر الاقتصاديه الافريقيه تحديدا.
وان شاء الله نشوف فيه مزيدا من التعاون في العلاقات الصينيه المصريه ومزيدا من الاستثمارات، وان شاء الله نقدر يعني يكون في تحقيق لمؤشرات النمو الاقتصادي، ويقدر الاقتصاد المصري بصفه خاصه تحقيق نسب النمو المرجوه منه والمتوقعه منه من المؤسسات الماليه الدوليه ان شاء الله. أشكرك جزيلا الخبير الاقتصادي السيد حسام عيد، كنت معنا عبر الهاتف.